الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما أسباب الثورات، causes of revolutions. لماذا تحدث الثورة أو تحدث ثورة في بلد ما، في إقليم ما، في مجتمع ما؟ الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، الظروف والشروط التي توافرت قبل حدوث ذلك الحدث العظيم وهو ثورة. ابتداء تعرف الثورة revolution بأنها تغير مفاجئ بالمزاج العام يؤدي إلى سقوط نظام الحكم الراهن في دولة ما واستبداله بآخر ربما يكون أفضل منه أو أسوأ منه من حيث النتائج ومقارنتها بالأوضاع التي سبقت الثورة. عندما نقارن الأوضاع التي كانت في بعض الدول قبل الثورة التي حدثت وما حصل بعد الثورة، فالآن المقارنة تؤدي إلى استنتاجات كثيرة تقول بأن الوضع الراهن كان أفضل من الوضع الذي قام بعد الثورة. لا يمكن أن تحدث أي ثورة شعبية ضد النظام القائم في دولة ما من غير مقدمات وشروط تراكمت عبر فترات زمنية متعاقبة أدت إلى تراخي نظام الحكم واشتداد الغضب الشعبي. هناك مقولة مهمة جدا ورائعة لفيكتور هيغو الروائي العالمي المعروف، حيث يشبه فيكتور هيغو الثورة بجذور شجرة عظيمة تنمو وتكبر تحت السطح من غير أن يراها أحد، وتمكث هناك حتى تنفجر دفعة واحدة وتحطم من فوقها. رصد مؤرخو الثورات الشعبية سيرورة وتطور الأوضاع التي سبقت حدوث ثورات عديدة، منها الثورات الفرنسية والأمريكية والصينية والبلشفية الروسية والكوبية، والتمرد الذي حصل في جنوب أفريقيا وأدى إلى ثورة استنزاف للنظام الذي قام آنذاك، وانتهت تلك الثورة بانتهاء نظام الفصل العنصري وتأسيس دولة جنوب أفريقيا الحديثة. وجد المؤرخون بأن هناك قواسم مشتركة بين كل هذه الثورات يمكن تلخيصها فيما يلي. القواسم المشتركة بين الثورات الشعبية على المستوى العالمي: أولا، الإحباط العارم الذي تشعر به الجماهير بشكل عام، أو ما يسمى إحباط عام mass frustration، حيث يكثر تذمر عامة الناس وخاصتهم من سوء الأوضاع الاقتصادية والغلاء وكثرة الضرائب وقسوة أجهزة النظام السياسي في قمع الاحتجاجات وعدم استقرار القوانين وتبدلها بسرعة وخفوض صوت وضعف تأثير القاعدة الشعبية في الشأن العام، أي بأن معظم الناس في الدولة ليس لهم صوت أو تأثير في الشأن العام أو ما يسمى public affairs. ثانيا، تنامي الدوافع المشتركة shared motivations بين الطبقات المحرومة والمغربة التي ليس لها حصة اقتصادية أو سياسية في شؤون الحكم، فيعمل هذا الشعور كقوة جاذبة تجمع بين العامة وبعض الخاصة في المجتمع المعني، فتتحد المشاعر وتتعاضد القوى من مختلف الأطياف في مواجهة النظام السائد الذي ينظر إليه باعتباره عدو للشعب. ثالثا، انشقاق النخبة القريبة من النظام السياسي dissident elites، هذه من العوامل المهمة جدا بأن المقربين من رأس النظام السياسي في الدولة التي تحدث بها ثورة ينشقون واحد تلو الآخر تدريجيا بسبب الإشارات المربكة التي تتلقاها هذه النخبة تتلقاها من النظام السياسي الحاكم، وتخبط هذا النظام حول الطريقة المثلى لإدارة شؤون الدولة ونظامها السياسي والاجتماعي، وخوف النخبة المنشقة من تبعات انحدار عقلانية النظام السياسي. رابعا، مرور الدولة في أزمات ما يسمى state crisis متتالية، هذه الأزمات متتالية، أزمة داخلية تتعلق بالطبقة الحاكمة نفسها، وأزمة اقتصادية تتعلق بالفقر والجوع والبطالة وارتفاع الأسعار، وأزمة تشريعية تتعلق بالقوانين والدوافع ورائها، وأزمة
اجتماعية تتعلق بحال المجتمع، وأزمة مؤسساتية تتعلق بالعادات والتقاليد والدستور باعتباره عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم. هذه الآن القواسم الأربعة المشتركة بين معظم الثورات إن لم يكن جميعها التي رصدها المؤرخون خلال 300 عام الماضية. نتابع ثاني مرة القواسم المشتركة على شكل تمثيل صوري. القواسم المشتركة بين الثورات، هنا الإحباط، الشعب العارم، هنا التنامي، الدوافع المشتركة، هنا انشقاق النخبة السياسية، وأخيرا أزمة الدولة أو أزمات الدولة الداخلية والخارجية. كلها إذا تآلفت وتعارضت هذه العوامل تؤدي إلى حدوث الثورة في البلد المعني. نتابع كيف كان المجتمع الفرنسي قبل ثورة 1789، لأن المؤرخين يأخذون الثورة الفرنسية كمقياس لما كان عليه المجتمع آنذاك، وأدى يعني أوضاع المجتمع أدت إلى حدوث ثورة كانت كثير يعني مليئة بالعنف والقتل وسفك الدماء. هنا الآن التمثيل هذا الصوري، هيكل المجتمع الفرنسي قبل الثورة. على رأس الهرم الملك، ملك فرنسا لويس الثالث عشر، تليه رجال طبقة أو اللي هو طبقة رجال الدين، الطبقة الأولى نسميها the first state، تشكل نصف بالمئة من السكان، فقط نصف بالمئة في تلك الأيام 1789 كانت هذه الطبقة تشكل فقط نصف بالمئة من السكان، والنبلاء كانوا بشكله 1.5% من السكان، والطبقة الوسطى والفقيرة من العمال والفلاحين كانت بتشكل 98% من السكان. لكن يعني هذه الصورة إذا ما ركبنا عليها بعض المعلومات، هنا هذا الملك فوق كل اعتبار لا يسأل عما يفعل. رجال الدين كانوا يحصلون على 10% من الضرائب التي تحصلها الدولة من دافعي الضرائب. النبلاء كانوا يحصلون على 10% من الضرائب المحصلة من قبلهم. لاحظوا أنه في كان تفويض من الملك إلى النبلاء كي يحصلوا ضرائب من الذين تفرض عليهم ضرائب. وأخيرا الطبقة الوسطى هذه كانت تدفع 90% من الضرائب التي تجمعها الدولة. الطبقة الوسطى طبعا إضافة إلى الفقراء من العمال والفلاحين. هذه حال الثورة، عفوا حال المجتمع الفرنسي قبل الثورة في العام 1789. كل هذه الأحوال طبعا جزء من هذه أدى إلى حدوث ثورة دموية بكل ما في الكلمة من معنى، أدت إلى اجتياح السجون، قلعة الباستيل منها، قتل كل من فيه وتحرير السجناء، ومن ثم قتل الملك لويس الثالث عشر هو وزوجته ماري أنتوانيت. الآن 1789 هذا الصورة المرعبة هنا على مقصرة الموت، هنا قطعوا رأس لويس الثالث عشر أمام عامة الناس والجنود والثورجيين هؤلاء. لكن هناك مقولة أحب أن أرددها عليكم أحبة الطلبة المتابعين، تعود إلى ألفريد إلدر، يقول من السهل دائما أن يحارب الفرد من أجل مبادئه أكثر من تطبيقها. يعني يقال بأن فلان يقاتل من أجل مبادئه، لكن هذا الشخص لا يطبق أصلا المبادئ الرائعة التي ينادي بها. فقد تكون المبادئ مجرد أكاذيب من طرف السلطة المستبدة ومن طرف الذين يحاربونها. يعني هناك مقولة بأن الآن المصالح هي التي تحكم الأمور. نتابع أسباب الثورة كما رصدها المؤرخون في أربعة مناطق في العالم: بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية. نبدأ بالآن عفوا أسباب يعني هذه كما رصدها، لكن سأبين بعد قليل المناطق الأربعة. هذه أسباب اجتماعية اقتصادية كما رصدها هنا، أسباب فكرية، وهناك أسباب سياسية. إذا تآلفت هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث ثورة عارمة يعني في معظم الأحيان، كما حدث في الصين، كما حدث في فرنسا إلى حد ما، وكما حدث في أمريكا اللاتينية. نتابع الآن هنا بريطانيا كما ذكرت لكم،
رصد المؤرخون القواسم المشتركة، طبعا في مقطع لاحق إن شاء الله سأبين القواسم المشتركة مع الثورة الصينية التي بدأت في العام 1912 وانتهت 1949. لاحظوا لي المدة الطويلة التي استغرقت هذه الثورة، لكن هذه أقصر الثورات، بيسموها Glorious Revolution أو الثورة المجيدة. أسبابها ادعاء الملك في ذلك الحين بأن له حق مقدس من الرب بأن يتصرف كما يشاء. الملك يحل المجلس التشريعي، جاهد المجلس التشريعي، هنا مجاهد المجلس التشريعي من أجل حرية أكثر. مطالبة الملك بتمويل الحروب، كان الملك يطالب ضرائب، زيادة ضرائب حتى يمول حروبه في شمال فرنسا وبعض المناطق الأخرى في العالم. فرض الملك للضرائب والرسوم من غير موافقة المشرعين، رفض الملك القيام بإصلاحات خوف المشرعين من عودة الكاثوليكية عقيدة للدولة اللي هي بريطانيا. نأتي الآن على فرنسا وهي الدولة التي احتضنت أعنف الثورات في القرن 17 و18، يعني من 1789 إلى أن انتهى نابليون في 1815. هنا هذه العوامل، مطالبة الطبقة الثالثة بتمثيل أكثر، الطبقة الثالثة الفقراء والطبقة الوسطى، العمال الفلاحين وما شابه. الملك كان ضعيف، ضعف الملك، كراهية الناس لزوجة الملك، بيع بعض ممتلكات الدولة، ثم الثورة الأمريكية 1776 عندما اندلعت الثورة الأمريكية كانت ملهمة للفرنسيين كي يقوموا بثورتهم. نضيف إلى ذلك الحروب التي انشغلت بها فرنسا كدولة، التضخم الجامح في أسعار الغذاء، إفقار الفلاحين من كثرة الضرائب، كره الطبقة الثالثة للطبقة الأولى والثانية والمزايا التي تحصل عليها الآن الطبقة الأولى والثانية، وأخيراً فلسفة التنوير التي انتشرت في أوروبا. هذه الفلسفة أدت إلى حدوث، أو يعني كانت من العوامل التي أدت إلى حدوث الثورة. نأتي إلى الولايات المتحدة أمريكا. من العوامل اتهام المستوطنين بريطانيا بخيانتهم، مطالبة المستوطنين بحقوق مساوي البريطانيين، نضال المجلس التشريعي لحرية أكثر، فرض العقيدة التجارية البريطانية أو نسميها المركنتالية أو مركنتاليزم. قامت الحكومة البريطانية في تلك الأيام بفرضها على الولايات المتحدة أو على أمريكا، اللي هي كانت تنادي بمراكمة الذهب والفضة وإرسالها إلى بريطانيا كي تعزز قوة الدولة البريطانية. الطلب من المستعمرات دفع تكاليف الدفاع عنها، رفض المستعمرات دفع الضرائب بدون تمثيل مناسب، ثم بروزة الهوية الأمريكية أو ما يسمى بالأمريكان آيدنتيتي، وأخيرا فلسفة التنوير. كل هذه العوامل ساعدت في حدوث الثورة الأمريكية في العام 1776. نأتي إلى أمريكا اللاتينية. من العوامل المهمة عدوى الثورة الفرنسية، لأنه الآن العالم أخذ الثورة الفرنسية باعتبارها مثال. ثانيا الظلم والقسوة التي مارسها مندوبو الملك، ملك برتغال، ملك إسبانيا، ثم الحروب النابليونية. نأتي الآن على نهب الثروات التي مارسته إسبانيا والبرتغال باعتبارها القوى التي استعمرت كل أمريكا اللاتينية، ثم ثورات وتمرد الفلاحين، العنصرية ضد السود والسكان الأصليين، ثم فلسفة التنوير. هذه القواسم المشتركة دائما سبحان الله موجودة بين كل هذه الثورات الأربعة، بريطانيا، فرنسا، أمريكا اللاتينية. ثم إن شاء الله كما ذكرت لكم في مقطع لاحق سأبين أسباب الثورة الصينية، لكن سبحان الله وجدت بأن العوامل نفسها هي الظلم والاستبداد وما شابه. نتابع دور رأس المال، وهو آخر شيء أقوله هنا في هذا المقطع. دور رأس المال باعتباره مصدر للشر في بعض الأحيان، وهي عبارة عن صورة محزنة إلى حد ما. أصحاب رأس المال في القمة، وهؤلاء الحكام لأنهم الأغنياء أو الأغنياء يدعموهم فيقولوا نحن نحكمكم، هنا نحن نخدعكم، اللي هي الطبقة الدينية، هنا طبقة الحكام ثم الطبقة الدينية. نأتي الآن على الجيش والشرطة وكل الأجهزة القمعية ونحن نقتلكم، وهنا الأثرياء نحن نأكل عنكم، والذي يتحمل وزر كل من فوقه هم نحن نخدمكم. هذه الآن من مسببات الثورة التي تحدث في أي بلد. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وفي مقطع لاحق إن شاء الله سأبين أسباب الثورة الصينية
وثورة الميجي العظيم في اليابان، وبعض المقاطع المتعلقة بالثورات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.